اجواء عظيمه هنا يا جماعه في ملعب وهران الدولي، جري وقفز حواجز ومسافه، كل حاجه يا جماعه، كل حاجه في العاب السباق موجوده هنا. والافضل من كل ده الجماهير اللي بتحضر. يعني ممكن كرة القدم هنقول الناس بتحب كرة القدم، ولكن الناس هنا بتحضر عشان خاطر البطولة وعشان خاطر تدعم اللاعيبة العرب ولاعيبة أولاد بلدهم. فالأجواء هنا ممتازة، في انتظار انطلاق السباق. خلاص اللاعيبة بتستعد، بيشارك على الشاشة زي ما انتم شايفين كده. بس أنا هعمل لكم زوم. اتنين جزائريين، مش عارف باينة ولا لأ، ولكن نرجع تاني بالزوم عشان لحظة الانطلاق. زي ما انتم شايفين اللاعب رقم 8 جزائري يا جماعه ورقم 7 جزائري. قفز حواجز يا جماعه، جري وقفز حواجز وهما بيجروا. جمهور عظيم، جمهور عظيم يا جماعة. التركي في المركز رقم واحد تقريبا، التركي في المركز رقم واحد. وانا عايز اقول لكم قبل اللايف ده انا مسجل فيديو، اتنين جزائريين فازوا على التوالي، اتنين جزائريين طلعوا المركز الاول، ولكن دي تصفيات يا جماعة، لسه ما فيش ميداليات في اللعبة دي دلوقتي في الجري، كل دي تصفيات. في اتنين جزائريين طلعوا المركز الاول ولسه مكملين باقي الالعاب مع بعض. التركي كامبر طلع رقم واحد. ده اللاعب الجزائري، ده اللاعب الجزائري، لسه بنشوف الترتيب. الجزائري رقم 3 تأهل الجزائري والتركي والفرنسي. التركي والفرنسي والجزائري تأهل، بياخدوا اول ثلاثة، أول ثلاثة بيتأهلوا. ده البطل الجزائري، الحمد لله تأهل. كده الثلاثة الجزائريين اللي شاركوا تأهلوا، الثلاثة الجزائريين اللي شاركوا تأهلوا. ده الجماهير العظيمة هنا. مبروك يا بطل. المركز الثالث تأهل. العالم الجزائري والجمهور طبعا، الجمهور متعطش للفوز والانجازات. راح يشجع الجماهير، حاجة عظيمة. يلا. ناخد لفة معاه يا جماعة. نروح يا جماعه ونوريكم الكواليس دي كلها لايفات، نوريكم الحاجات الجميله دي. والجماهير هنا عظيمه، بتحضر كل الالعاب يا جماعه. راح ياخد صور سيلفي طبعا مع الجماهير، ودي حاجه عظيمه زي ما انتم شايفين. هيشام
بيلف الملعب بعلم الجزائر، الجماهير كلها بتحييه والجماهير كلها بتشجعه وبيسلم على الاطفال الصغيره، بيسلم على الطفل اللي هو كده. احلى حاجه الاجواء، الجماهير كانها هنا في رحله، كانها في فسحه، ولما حد بيند عليه عشان يتصور معاه سيلفي بيروح يتصور معاه. تواضع ولا حبيب الناس فيه، تواضع. شباب